واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صباحك روز. النهارده عايزه اكلمكم عن تجربه شخصيه حصلت لي انا شخصيا، وهنشوف بقى بناء عليها انتوا هتوصلوا لايه بعد ما اخلص. انا طول عمري كنت بحلم اكون مذيعه من وانا صغيره، من وانا طفله، وكنت بمسك صحابي بقى في المدرسه واعمل لهم حوارات واعيش دور المذيعه، وكنت بتبسط جدا جدا بالموضوع ده. كبرت ولقيت نفسي ان انا بجيب مجموع كويس ومجموع كبير وداخله ثانويه عامه، فقلت خلاص انا عايزه ادخل اعلام فادخل ادبي. مامتي قالت لي لا ليه يا بنتي، انت دماغك حلوه جدا وبتفكري كويس ودماغك رياضيه، ادخلي علمي. ايوه يا ماما بس انا عايزه ادخل اعلام. وفيها ايه؟ ادخلي اعلام من علمي. وعملت كده، دخلت علمي وجبت مجموع كويس وكبير، بس للاسف انا الكليه اللي انا كنت عايزه ادخلها اعلام جابت من علمي اعلى بكتير جدا من ادبي. فطبعا يعني لقيت نفسي خلاص، يعني بالنسبه لي حلم كان نفسي احققه ما بقاش ممكن، بس برضو فضل عندي حته تصميم ان انا مهما دخلت اي كليه تانية الحلم ده لسه في دماغي. وقدمت ودخلت هندسه. طبعا يا ماما طب ما ادخل اي كليه تانية، لا هندسه دي كليه قمه، انت بتفكري في ايه؟ ما اعرفش ليه دايما الموضوع مرتبط معانا بكليه قمه وكليه قاع. انا مش فاهمه، يعني انا شايفه ان اي كليه في الدنيا هي كليه قمه ما دام انا عايزها وما دام انا ده طموحي وده تفكيري، فممكن انا اصعد لقمتي الخاصه لما ادخل المجال اللي انا حباه. بس تمام، فانا يعني سمعت كلام ماما ودخلت كليه هندسه علشان ابقى مهندسه ومهندسه ناجحه. لقيت نفسي ان انا وانا في الكليه بحاول اثبت لكل اللي حواليا ان انا شاطره، لان كان دايما دايما بتعرض لحته يعني نقدر نقول عليها تنمر شويه. لا ده فيروز شكلها مش بتاع التعليم، يعني هي مهتمه بنفسها. كل ده لاني انا كنت بحب اهتم بنفسي شويه، فخلاص طلع عليا بقى اللي هو كلام ان انا لا فيروز مهتمه بنفسها، فيروز ملهاش في التعليم. فبقيت احس ان انا عايزه اثبت للناس وعايزه اثبت لهم ان انا شاطره. يا جماعه لا انا زي ما انا بهتم بنفسي انا ذكيه انا كويسه. وقعدت كده فتره بقى وفي الكليه كل ما اعمل حاجه لا ده اكيد حد عملها لها، لا 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 اصل هي دماغها مش كده، لا ده اكيد كوسه. طب يا جماعه ما انا داخله نفس الكليه اللي انتوا داخلينها بنفس المجموع، طب كوسه ازاي؟ ما علينا. لغايه ما في الاخر خلصت وعملت مشروع التخرج بتاعي وكنت جايبه فيه جيد جدا، برده اتقال اكيد حد عمله لها ده كوسه. المهم ان انا فضل مسيطر عليا برده بعد ما خلصت حلم ان انا عايزه ابقى مذيعه. فضلت بعد ما خلصت الكلية أحاول وأدور وأروح وأعمل حاجات كتيرة جدا عشان أوصل للنقطة دي. طبعا يعني كل المحاولات بتاعتي كانت دايما حتى في القنوات نفسها اللي أنا كنت بروحها كان يتقال لي طب ما أنت مهندسة أنت ليه ما تفكريش في مجالك؟ يا جماعة ما أنا دخلت المجال ده أصلا وأنا مش حباه قوي، أنا بس بقيت شاطرة فيه لأن أنا ما بحبش أفشل في حاجة وبحب دايما أثبت إن أنا يعني لا انا ذكيه وانا شاطره وانا استاهل المكان اللي انا وصلت له، لكن انا نفسي اكون مذيعه. فضل يتقال لي الكلام ده كتير جدا لحد حتى لما رحت قدمت في شغل كمهندسه وانا نفسي اشتغل برضو مذيعه، وفي الاخر لقيت ان ما خلاص هي كل الناس شايفاني مهندسه انا هكمل مهندسه ما فيهاش مشكله. يعني كملت وقعدت في حياتي 12 سنه مهندسه بعد الكليه، ولقيت ان انا بحاول اثبت للناس ان انا حاجه مش 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 انا، يعني انا بحاول اثبت لهم انا ذكيه انا شاطره انا انفع مهندسه شاطره. ماشي انا مهندسه شاطره بس مش ده في الاخر اللي انا عايزاه. فيا جماعه انا عايزه اوصل من الكلام ده كله لحاجه ان احنا اوكي ممكن نسمع كلام اهالينا، طبعا اهالينا يعني فوق راسنا من فوق ودايما هم شايفين المصلحه لينا، بس افكارهم ممكن تكون بتختلف عن افكارنا، او ممكن يكونوا مش قادرين يوصلوا لدماغنا بالظبط او اهتماماتنا احنا بنهتم بايه. يعني انا اعرف مثلا حد كان اهله قالوا له لازم تدخل طب انت جايب مجموع كليه طب، فيعني لا ودي كليه عظيمه وهتطلع دكتور ونفسنا نشوفك دكتور. الولد فضل في الكليه 15 سنه مش عارف يخلص الكليه لانه كان عنده مشكله انه كل ما يشوف منظر الدم او يشوف تشريح يغمى عليه، هو مش قادر يكمل. فبالتالي الاهل كده عملوا ايه؟ هم غصبوه على حاجه هو مش عايز يعملها، فبالتالي هو اتأخر مع انه لو كان دخل الكليه اللي هو عاوزها كان ممكن يتميز جدا فيها. نفسي نوصل لمرحله ان احنا ما عندناش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع، احنا كلنا زي بعض، كل الكليات بتكمل بعض، كل المهن بتكمل بعض، كلنا سلسله كل حلقه فيها متشابكه مع الحلقه اللي بعدها علشان في الاخر كلنا نخدم مجتمعنا. فنفسي نصلح المفهوم ده وندخل بقى جزء كده من التغيير في حياتنا ان احنا نتقبل
الآراء اللي حوالينا، نتقبل فكرة التغيير، إن إحنا مش أعلى حاجة في المجتمع هم المهندسين والدكاترة، بالعكس إحنا عندنا أحمد زويل الله يرحمه كان يعني كلية علوم وكان فخر لينا كلنا. دلوقتي أنت لما تيجي تقول لحد أنا عايز أدخل كلية علوم يقول لك إيه؟ يا عم دي ملهاش مستقبل. ملهاش مستقبل إزاي؟ أمال أحمد زويل اللي رافع راسنا كلنا ده إيه؟ فيعني عايزين نتقبل فكرة إن الأهل يتعاملوا مع أولادهم إن هم يعني يعرفوا هم متميزين في إيه؟ هم كويسين في إيه؟ يعني يمشوا ورا طموحاتهم وأحلامهم. أنا عارفة إن كل واحد بيبقى عايز يشوف ابنه في أعلى مكانة، وده يمكن بيسيطر علينا شوية في إن إحنا ممكن نفرض عليهم ونقول لهم إحنا نفسنا نشوفك دكتور، نفسنا نشوفك مهندس، حتى لو إحنا ما قلناهاش بيبقى إحساسنا من جوه إحنا نفسنا ابننا يطلع زينا. فإحنا يا جماعة عايزين نبدأ نعمل سياسة التغيير في حياتنا، نغير من طباع الأهل، نخليهم يبدأوا يتجاوبوا أكتر مع أبنائهم ويفهموهم ويفهموا هم عايزين يبقوا إيه. عندنا الفقرة بإذن الله اللي جاية بتتكلم عن التغيير مع المهندسة سارة خطاب وهي لايف كوتش، وهتفيدنا كتير جدا في النقطة دي. هنروح فاصل ونرجع لكم بالفقرة اللي جاية. رجعنا لكم تاني بفقرتنا التغيير، عنوانها النهاردة التغيير، مع اللايف كوتش الجميلة مهندسة سارة خطاب. أهلا وسهلا بك يا سارة. أهلا وسهلا يا فارس. إزيك سارة؟ إحنا دلوقتي يعني أنت تقريبا بتتكلميش نفس الموضوع اللي كنت بتكلم فيه قبل الفصل اللي هو تغيير الكارير. كلمينا بقى، أنت كنت مهندسة وبعدين غيرتي كاريرك في حتة تانية خالص وبقيتي لايف كوتش. كلمينا بقى أكتر عن التغيير اللي عملتيه في حياتك. أنا بعد ما دخلت هندسة تخطيط عمراني، وأنا يعني قبلها كنت حابة أنه أدرس حاجة مختلفة، بس بعد الهندسة اكتشفت أنه في حاجة تانية بتشدني. قريت أنه في الحاجات كتير أنه ليه إحنا إزاي إحنا بنوقف نفسنا في حاجات، إزاي إحنا ممكن يعني بندي نفسنا رسائل أو مسجز بتخلينا نرجع لورا، بتخلينا ما نعرفش نمشي خطوة قدام، بتوقف عقلنا يعني بمعنى أصح. هل إحنا لينا سيطرة على ده؟ طب إحنا نعرف نظبط ده؟ طب إيه اللي إحنا بنعمله غلط؟ إيه اللي إحنا ممكن نكون إحنا بنعمله بنفسنا بيأثر علينا؟
وبعدها برضو كنت في مرحلة كده مترددة شوية. ده بعد ما اتخرجت على طول كملت رحت أعمل ماجستير في هندسة القاهرة. أنا بدرس، أنا بحب التخطيط جدا وما زلت بحبه يعني بصراحة، بس برضو وأنا بعمل الماجستير حسيت أنه في حاجة تانية برضو ما زالت بتشدني. أنا كنت اوريدي قريت، ف وزي اي حد برضو بعد ما بيتخرج بيبتدي يدور هو المفروض اخد ايه، طب ايه الكورسات اللي اخدها. فاخدت حاجات كتير جدا، حاجات ليها علاقه بالهندسه، حاجات ليها علاقه بالسوفت سكيلز، بالاداره، بالتنميه. بس لما جيت في وقت كده اخدت اي بي جي كوتشنج لقيت انه ايوه، ازاي احنا نقدر نوصل بنفسنا لشكل افضل يعني بقدراتنا احنا. انت في اللحظه دي قررتي ان انت خلاص بقى يعني ستوب للهندسه، لا انا حابه اللايف كوتشنج، هكمل في اللايف كوتشنج في اللحظه دي. تمام. في اللحظه دي بعد ما اخدته لقيت انه فعلا احنا يعني لما بنحط اهداف بشكل معين احنا اوريدي دارسين فكره الاهداف في تخطيط، فما كانش في تعارض في النقطه دي. انه لما بنستفيد بقى من قدرات عقلنا ونعرف نوظفها صح، انه لما بنلغي المسجز السلبيه اللي احنا بنديها لنفسنا خطوه بخطوه لقيت انه الدنيا هنا، في هنا حاجه هنا نورت، في حاجه هنا ايوه انا ايوه هي دي بقى اللي انا كنت بدور عليها. ايوه بالظبط. بعدها يعني كملت في ده وشويه بعد كده اتشديت لفكره الاستشارات، استشارات نفسية وأسرية. لقيت إنه علشان نفهم إزاي نعرف يعني ده كان أداة تانية من الدعم النفسي. شوية لقيت إنه في حاجات ليها علاقة بالأسرة والطفولة. طيب إحنا ندرس إنه العلاج السلوكي المعرفي عشان نعرف يعني هو ده بينفع في كل الأعمار. فبعديها طيب نشوف بقى البداية خالص وإحنا أطفال، فدرست علاج سلوكي للأطفال وبعديها تدريب نفسي للاطفال، فده ما كانش برضو متعارض مع الكوتشنج. ما شاء الله انت تشعبتي في الموضوع جدا جدا. انا حسيت ان هو زي البازل، نفس فكره يعني احنا كنا بناخد ثيسز واناليسز، تحليل وتركيب والكلام ده. فلقيت انه هو احنا دي بتصب في دي بتعمل دي، يعني دول هم بيتشعبوا بس بيصبوا في الاخر في الشخص، في الشخص بقى وهو طفل وهو مراهق وهو كبير واحنا في اسره، فكل الحاجات دي وفي الاخر يعني كل ده بيروح لنفس المجتمع. انت خدتي وقت قد ايه بقى علشان تجهزي نفسك كده كلايف كوتش؟ خد منك وقت قد ايه؟ يعني كتير كتير، مع محاولات، مع سنين. يعني اول حاجه خالص انا بدات اول ما اتخرجت على طول اعرف هو احنا ازاي ممكن احنا اللي بنعطل نفسنا. ده كان في 2006 في 2007. بعد الماجستير بدات بقى ادرس حاجات كتير، بس اكتشفت انه احنا ممكن تبقى خبراتنا مختلفة. يعني انا درست حاجات كتير حتى غير التنمية الذاتية والوعي الذاتي والوعي النفسي كل الكلام ده، بس ان احنا ازاي نركبهم مع بعض حتى لو في بيز برضو من التخطيط او من الهندسة، ازاي نحط كل معلومة من دي ونوظفها صح، ازاي لما ندرس ادارة بس احنا بتوع هندسة بس احنا بناخد تعديل سلوك للاطفال، طب بناخد تدريب نفسي للاطفال مع الكوتشنج للكبار، ازاي نركب دول كده مع بعض. فده من يعني ممكن نقول من 2010 لحد دلوقتي. في طبعا في النص بتحصل حاجات، بتحصل عقبات، بنحط اولويات تانية، مثلا اسره، اولاد، حاجات زي كده. بس بترجعي برضو بتلاقي انه في حاجه هنا انا بحب ده، انا لاقيه نفسي في ده. طب هل انت واجهتي زي كده عقوبات كده وقفت قصادك، او ناس تقول لك لا ليه يا ساره ما انت مهندسه، او انت حتى من جواكي كده كنت حاسه لا انا يعني خايفه، انا قلقانه، مش عايزه اخوض التجربه دي؟ طبعا كتير جدا طول الوقت ولحد دلوقتي كمان انا بتسال هو مش انت مهندسه؟ ماشي، ايه المشكله؟ يعني هي بتبقى برضو يعني افكار مترسخه في المجتمع، في بالزبط. يعني فكره انك بتطلعي في حته ما هو ده مش بتاعك، خليكي انت في الايه. طب ما انا اشتغلت في اللي بتاعي ولقيت انه انا هنا لاقيه نفسي اكتر. اوقات كتير بيبقى في عندك احباط انت بتبقي حاساه، اوقات بتلاقي الناس مستغربه، طب هو ده يعني ده ليه كده؟ علشان انا جيت في وقت وانا بدرس الحاجات دي بعمل اختبارات شخصيه وحاجات واشوف ميولي تروح لفين، مرشد نفسي، لايف كوتش،
خدت بعد برضو بعد كل السنين دي لما رجعت عملت الاختبار هي نفس النتيجة. علشان كده يعني كنت حاسة جدا بفكرة انه لما يبقى في اولاد صغيرين او مراهقين وبتبقى الفكرة الطبيعية اللي سايدة في المجتمع خليك دكتور، خليك مهندس، خليك حاجة ابقى فخور بيها، في حين ان دي ممكن تبقى حاجة مش في طبيعته ومش في ميوله، بالظبط، يلاقي نفسه مضطر يعمل كده علشان خاطر هو شايف ان هو عشان يبقى مصدر الفخر هي ارتبط بس ان هو يا يبقى بالزبط. مهندس يا يبقى دكتور، فبالتالي تلاقيه بدأ يعمل حاجة هو اساسا مش حاببها. بيضغط الاولاد جدا وبيحطهم في فكرة اللي هو انا مش هبقى كويس غير كده، وجواه صراع من جواه ان هو طب بالزبط. انا مش عايز ومش عارف ومش قادر. فالحاجات دي كلها بتخلي الولاد مضغوطين. عشان كده لما جيت عملت ورش للمراهقين كانت انه كل واحد فيهم يعرف هو ممكن يبقى ميال لايه اكتر. فرقت مع الولاد وفرقت مع الاهالي، ان الاهالي ممكن تكون بتودي ولادها في اتجاه بالظبط، بس ده مش مناسب ميول الولاد. بس انت عملتي بقى ورش للولاد وورش للبيرنتس نفسهم يا ساره؟ البيرنتس بيبقى فيه متابعه معاهم على طول من قبل وبعد، وبعد كده بعد ما خلصت مع الولاد تابعت مع الاهل طبعا. يعني الهدف ان انت تطلعي شخص واثق في قدراته، عارف ان هو عنده قدره، الاهل يبقوا عارفين انه مش شرط تبقى في الحته دي، ممكن تبقى في حته تانية حتى لو بعيده. بيقلل فكره الصراع ما بينهم. بالظبط. فالولاد بعد كده اللي كان منهم يعني بيمارس نشاطات او هوايات قريبه لميوله ده كان مفيد. احنا عارضين بعض الصور. ده انتي بقى في الورشه. تمام. ده كان ورش اطفال. دي كنا بنتكلم فيها احنا كتير بنقول لاولادنا مفاهيم. دول كانوا المراهقين، كنا بنتكلم في افكار برضو ليها علاقه بالتغيير، بس عشان تبقى الحاجه قدامهم بشكل مختلف يبقوا فاهمينها. دول هم كانوا المراهقين. احنا هنا كنا بنتكلم في فكره انا ممكن يبقى عندي فكره، انا لازم يعني بتقبل نفسي وبتقبل غيري، وانه ممكن يبقى عندي امكانيات وطاقه في حته تانية. ودي فرقت مع الاهل جدا. يعني حتى في الصور في فيدباك ان هم لما الاهل بيلاقوا كده ما بيحطوش ولادهم في حته واحده معينه، بيسهل عليهم جدا. طب ده كويس جدا، كويس جدا. كان بينفعهم في ثانوي بقى نفس النقطه دي، بينفعهم في ثانوي بدل ما يبقى مثلا هو حد ميوله في حته، نفس موضوع بقى علمي وادبي. أيوة والحاجات بالزبط. دي بيبقى افضل انه يروح في حاجه قريبه لميوله فيبقى مبدع بعد كده. هي الفكره عارفه في ايه كمان؟ الفكره في ان اوكي ما انا عايزه ادخل ادبي، ما ماشي انا ذكيه ما فيش حاجه، اوكي هبقى كويسه في الرياضه برضو، بس انا عايزه ادخل ادبي. مش معنى ان انا عايزه ادخل ادبي ان انا وحشه في المواد التانيه، هي الفكره ان انا عايزه ادخل علشان انا حابه ده. هو الاهل عندهم برضو يعني تركه في الحته دي برضو مش قادرين. ما هو الاهل عايشين جوه مجتمع، علشان برضو ما نبقاش يعني بنيجي على حقهم برضو شويه. السائد في المجتمع انه في كليات معينه ليها فكر معين واخده اعتبار معين. اي حد تاني مش قوي، مع ان في مبدعين في كليات تانية، في ادباء وفي شعراء وفي كتاب. بالظبط. فهي بس فكره انه احنا محصورين في حته، عشان الفكره دي تتغير عند الاهل انه يبقوا عارفين انه ممكن اولادكم يبقوا مبدعين في حته تانية بتاعتهم، في مجال تاني اقرب لميولهم. هي دي بقى كانت النقطه. حلو جدا، حلو قوي. انا كمان كنت شايفه كان في حد بعت لك شكر، يعني اهالي بيرنتس كتير بعتين لك شكر على اللي انت عملتيه. هم لاحظوا بقى التغيير في ولادهم في ايه بالظبط؟ اول حاجه هو نقطه انه الاهل يبقوا عارفين انه انا كده. يعني الفكره في الوعي، انه الاهل عرفوا انه انا مش شرط ادخلهم في حته او في مجال مش بتاعهم. انا هحاول انمي معاهم الجزء اللي هم ممكن يبقوا متميزين فيه. يعني ده الشكر برضو، ده شكر من ده كان طلبه جامعه. يعني كان سن بقى اكبر شويه، ده كان وعي نفسي وكوتشنج، عشان برضو بدايات الجامعه بتبقى مرحله انتقالية صعبه برضو. بتبقى مرحله انتقاليه. في كتير بقى بيبقى نفسه في كليه، بيبقى مجموعه ما جابهاش، فبيبقى متضايق محبط حاسس انه
انا كده بقى ما حققتش مثلا طموح اهلي، انا كده بالظبط بالظبط مش فرحان بنفسي، انا كده ما استحقش، يعني مش حاسس ان انا كويس مثلا. فهميكي. فالنقله دي برضو بتبقى محتاجه ان هم يهدوا، علشان يبقى في ناس كتير بيحصل لها دروب قوي في اولى جامعه، حتى لو هم شاطرين ومتميزين في اي كليه دخلوها، بس نقطه انه انا ما استاهلش، او انا مش حاسس، او انا كده مش كويس، او انا كده مش هخلي اهلي فرحانين بيا، ايوه كل دي الحاجات بتاثر دي طبعا بتاثر جدا. طبعا. انا عايزه اقول لك، انا عجبني جدا فكره ان انت بتعملي يعني ورش للبيرنتس كمان، لان ده عارفه ده بيفكرني بالظبط لما احنا بنعمل في اي هيئه حكوميه او حاجه تدريب للكوادر الشابه. انا دايما كنت بقول لهم يا جماعه، زي ما بتدربوا الكوادر الشابه لازم تدربوا المديرين كمان، علشان يبقى في حلقه وصل ما بيعرفوا دول يتواصلوا مع دول. يعني على اساس ان افهم دماغهم، لان كتير قوي بيبقى سبب المشاكل كانت بتبقى اساسي بسبب الفجوه اللي ما بين المدير او الرئيس والمرؤوس. فدي حلوه جدا ان الاهل برضو كده هيعرفوا يفهموا اولادهم كويس، يعني زي ما انا بدرب الاطفال، لا انا بدرب الاهل كمان. صحيح. طيب قولي لي بقى، بالنسبه للمقاومه بتاعت التغيير، اكيد احنا عندنا من اكتر الشعوب اللي بتقاوم التغيير. صح. سواء المقاومه دي من اللي حواليكي او نفسيه كمان، انت نفسك ذاتيا بتقاومي نفسك بالظبط. فقولي لي بقى الحل معاها بيبقى ايه؟ بصي، هو احنا لازم يعني نعرف في الاول احنا ليه بنقاوم. احنا عقلنا بيبقى متسيستم انه انت كده متسيستم على حمايتك، فاي خطوه انت مش متعود عليها بيديك شويه خوف، علشان الاصل حمايتك. اي خطوه مش مفهومه مش معروفه، لا خليك هنا انا ضامن حمايتك. تمام. فهو بيبقى في ظل من الحمايه الذاتيه انت بتشتغل. فهاجي اعمل خطوه، لا عرفت، بتلاقي بالمقاومه دي بتحصل احنا مش واعيين ليها، بس في افكار من جوانا بتطلع، اللي هو لا خليك في اللي انت عارفه. دي بتبقى في التغيير، حتى في الاكلات، حتى في كل حاجه، لا انا خايف اجرب. وحتى في امثال حتى واحنا بنقولها بتبقى بتقرب المعنى جدا، من خاف سلم، من خرج من داره اتقل مقداره، يعني باعتبارنا مهندسين بالظبط يعني. بالظبط. كل الكلام ده، كل الكلام ده بيتقال وبيتكرر على مسامعنا، فبيبقى ليه صدى اقوى، بيبقى مقاومتنا ليه يعني كبيره جدا. فاحنا بس مجرد ما بنخطي فكره انه هجرب بالظبط، ولو خسرت اتعلمت، يعني بخرج من تجربه انه دي انا جربت خلاص، مثلا جربت الخطوه دي هلاقي نفسي مش ناجح فيها، خلاص هبقى اخد خطوه تانية، بس هتعلم من التجربه. فهميكي. فكل النقط دي خلاص، انا بعد ما باخد المقاومه الذاتيه دي برضو ممكن اواجه بعدها احباط. هي اول خروج من منطقه الامان ومنطقه الحمايه والكومفورت زون الذاتيه، اني اطلع لمنطقه تانية ببقى بلاقي برضو فيها انه هبقى مقلق. طب انا خايف. طيب الاهل بقى يعني، والمحيط والاصحاب طب انت كده هتنفع؟ بواجه فيها مخاوفي بقى. بالظبط، بواجه مخاوفي وبواجه انتقادات التانيين، الناس كلها والمحيط، وبواجه انه طب هو اللي انا عملته ده مجدي ولا مش مجدي؟ طب ارجع تاني، ويبتدي برضو دي برضو مقاومه اكبر، لانه طب ما ارجع بقى، ما انا كنت مطمن. المرحله اللي بعدها لما باخد برضو خطوه لقدام او خطوه اكبر في التغيير، بكون ببتدي بتعلم بقى، بتعلم من الغلطات اللي انا عملتها في المرحلتين الاولانيين، بيبقى عندي خبره ان انا هعرف احل المشاكل اللي انا اتعرضت لها في دول. بتعلم بقى مهارات تانية ان انا ما اقعش في ده مستقبلا، او انه بحل ده ازاي. فده يعني شويه بيبقى ايه، بروبلم سولفينج. الخطوه اللي بعدها بقى اكتر، خلاص انا بقى ببقى واثق، ببقى وصلت لمراحل من النضج النفسي، ببقى وصلت لمراحل من المقاومه، ببقى وصلت لمراحل ان انا ببقى قادر اقيم تجربتي. بالظبط، انا هنا تمام. انا هنا في وعي، في ازدهار. كل المفاهيم دي مفاهيم اكبر بقى في الصحه الذاتيه، الصحه النفسيه الذاتيه، وفي الوعي النفسي الاكبر. المراحل دي، كل مرحله من دول بتبقى عنيفه، لحد بس ما بحس انه خلاص انا هتحمل مسؤوليه تجربتي، انا هتعلم من اللي حصل فيها، وببتدي بعد كده بقى انضج. كل مرحله من دول في مقاومه. طبعا. بس مجرد ما بتاخديها خلاص بتحسي انه اخدتي شوط اكبر، فبيبقى عندك طاقه للي بعده. طيب هي قابلتي بقى من الاهل دول اللي هم بيقاوموا قوي دول، قابلتيهم في الورش اللي انت عملتيها، او سببوا لك مثلا مشكله او كده؟ والله والحمد لله ان الاهل نفسها يعني دلوقتي، عشان يعني من سنين كتير برضو هنقول انه كله كان بيربي بفكره
احنا اهالينا ربونا كده، فاحنا طلعنا كويسين فهنربي اولادنا بالطريقه دي. بالظبط. يمكن فكره التربيه الايجابيه والافكار دي دلوقتي تاثيرها والوعي بيها اكبر من زمان. والدنيا بتختلف، الدنيا بتتطور، فطبيعي لازم التربيه برضو تتطور عن ايام زمان. بالظبط. هو حته انه الاهل يبقوا عندهم وعي انه في حاجات زي كده، دي كانت مرحله، يعني كانت طفره. الاهل بقى عندهم وعي بنقط زي كده، فهم الحمد لله هم ما عملوش المقاومه دي. هي الفكره انه استغربوا ايه ده، هو احنا ممكن يبقى احنا لينا تاثير بالحجم ده على اولادنا. وزي اي اهل بيحبوا يشوفوا اولادهم كويسين فبيبقوا مهتمين انهم ننقلهم لبر الامان، فبيعملوا كل محاولاتهم. تمام. طب يعني احنا نقدر نقول كده في المختصر ان احنا اساسا فكره ان احنا نتقبل ان احنا نعمل ورش عمل ونقبل التغيير، اساسا ان احنا نعترف بحاجه اسمها لايف كوتش في الاخر، فده في حد ذاته ده تغيير كبير. صح. فيعني دي حاجه حلوه جدا يا جماعه، ولازم نتقبل فكره التغيير، لازم نحاول نقف جنب ولادنا لحد ما نعرف هم ايه اللي هم نفسهم يحققوه، وما نحاولش نفرض عليهم احنا عاوزينهم يطلعوا ايه. وخلصت فقرتنا، ويعني بشكرك جدا يا سارة ونورتينا النهاردة، وهنطلع فاصل وهنرجع مع فقرة جديدة.